بطولة الدوري العام دي كملها، وصل كاس عالم للأندية، أخذ بطولة أفريقيا، أخذ كاس السوبر، راجل ماشي بشكل كويس. هنطلع بقى بنغمة ان الكورة مش حلوة، اصل مش عارف الاداء ايه، اصل الكلام ده كله. احنا النادي الاهلي ناس بتوع بطولات، لو لعبنا اداء كويس، الاداء كويس طبعا مطلوب والكلام ده كله، بس لو حد ياخد باله الفترة اللي جه فيها مستر موسيماني احنا بنلعب كل 72 ساعة مباراة، ودي يعني تهد اي حد وتهد اي فرقة، بخلاف العنصر كمان البدني او الخططي او الكلام ده كله، العنصر الذهني بتاع اللعيبة نفسها، ان لا انت تفضل مركز كل 72 ساعه، بيبقى لك هدف جديد لمباراه جديده لحوافز جديده للكلام ده كله، دي صعب على اي بني ادم. اقول لحضرتك حاجه كابتن حسين، البعض اختلف في النقطه دي، بس قبل ما نروح انا بس عايز اقول لحضراتكم طبعا زي ما احنا شايفين على الشاشه فرحه كانت في كل العالم يعني، بس هنا تحديدا دي لقطات من فرحه جماهير الاهلي في غزه. احنا فرحانين وهنقول دايما يا رب القادم كمان يكون يعني نصر للاهلي، لكن امبارح لازم نفرح بغض النظر بقى عن اللغه يعني، لسه 90 دقيقه والشوط الاول يعتبر، بس لازم هنفرح، لازم نفرح بفريقنا، لازم نفرح بجهازنا الفني، بعض مجلس الاداره يعني كابتن الخطيب، لازم نفرح جدا. وجوده كمان اتكلمنا ان هو شيء كان اساسي وبيفرق كابتن حسين.